فجوه الفرق بين سعر الصرف الرسمي والموازي في السوق العراقيه على حالها إذ يتراوح الفرق ما بين 15 ألف و 25 ألف دينار ورغم اعتماد الحكومة لقرار البنك المركزي الأخير باعتماد سعر صرف جديد بين 145 ألفا و 130 ألف دينار لكل 100 دولار إلا أن رياح الأزمة مستمرة أما الأسباب التي تكشفت فصولها مؤخرا تعود بحسب تصريحات نيابية إلى تأخر إقرار الموازنة ما أدى لضخ مبالغ كبيرة في السوق سبب يرجحه خبراء ويترافق مع انتشار الشائعات حول عدم سماح البنك المركزي ببيع الدولار نقدا في الايام المقبله فجوة أخرى حدثت بفعل تقييد الاستيرادات في الحوالات المصرفية، أمر يتحدث عنه مختصون مؤكدين أن ردة الفعل في السوق تمثلت بزيادة الطلب على الدولار، ما يرجح ارتفاع سعر السلع في حين أن لب الأزمة يكمن في الدولار النقدي الذي يتم تهريبه لتنفيذ حوالات سوداء، عامل يرى البعض أن سبب وجوده عدم قدرة بعض التجار على التعامل مع المنصة الإلكترونية. واشنطن من جهتها والتي أعلنت عبر تصريح خاص للتغيير عدم التوصل لاتفاق عملي في القطاع المصرفي إلا أنها كشفت عن إجراءات مستقبلية لتقليل الاعتماد النقدي وهو ما يدعمه حديث الحكومة حول إيجاد فرص للتعاون مع شركات إلكترونية للصرف مثل فيزا وهنا يرجح مسؤولون تاخر تطبيق سعر الصرف الجديد بفعل حاله الارباك التي اثرت بها شروط الفيدرالي الامريكي من جهه وتلاعب جهات بغسيل الاموال والحصول على الدولار بهدف بيعه بوسائل غير قانونيه عوامل ستقف عائقا في تحريك عجله النظام المصرفي الجديد لن يجد طريقه الا باقرار الموازنه والبدء بشروط تضمن استقرار السوق العراقيه للحفاظ على سعر صرف متفق عليه